أكد المرجع الديني والكبير محمد سعيد الحكيم أن زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام تمثل مدرسة دينية وأخلاقية وإنسانية عظيمة. سماحته قال خلال مشاركته المؤمنين المسيرة الراجلة الكبيرة باتجاه كربلاء المقدسة إن على المؤمن أن يتعلم من هذه المناسبة الدروس والعظات في كيفية الثبات على العقيدة وإدامة الصبر خصوصا على المصائب، تأسيا بما واجهه الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه يوم الطف. وقال سماحته أن هذه المناسبة العظيمة سبب من أسباب إصلاح النفوس وإصلاح ذات البين والمراجعة الشاملة، وأن تكون سببا في توحيد المسلمين والهداية على طريق الإمام الراسخ. حضب هاي الكرامة وينزه العز وجل، حيا على خير العمل يا حسين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله على هدايته لدينه والتوفيق لما دعا إليه من سبيله. نحن في الوقت الذي نبارك فيه للمؤمنين هذا الإصرار وهذا التصميم على إبداء شعورهم وعواطفهم نحو الإمام الحسين عليه السلام ونحو أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. في الوقت الذي نبارك لهم ذلك ونشكرهم عليه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أيضا لهم فيه وأن يجعله سبب توفيق وهداية لهم. هذه القضية ينبغي أن تكون مؤكدة لنا على صدق عقيدتنا وصدق دعوتنا، وذلك تصديقا لقوله الصديقة صلوات الله عليها العقيلة الكبرى زينب، والحسين جثة بلا رأس، وأهل البيت موزعين أشلاء وقد تركوا وهم قد أخوة، والعائلة أخذت مسبية هي مصرة وعلى بصيرة من أمرها، من أنه تقول للإمام زين العابدين وليقيمن لأبيك بهذا الطف علما لا يعفى أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. وبالفعل الآن ألف وقريب 1400 سنة تقريبا هذا المرقد الشريف، هذا المكان الرفيع، كل في كل ما كلما يمر الزمن يزداد ظهورا وعلوا، وهذا وحده كافي لأن يحمل المؤمنين على تأكيد دعوة على تأكيد إيمانهم وتقوية عزائمهم وإيمانهم بصدق دعوتهم. ولكن ذلك يقتضي لهم أن يشكروا الله سبحانه وتعالى على أن وفقهم إلى الاعتناق هذه الدعوة، ويكون شكرهم من طريق تأسيهم بأهل البيت وتخلقهم بأخلاقهم والتزامهم بتعاليمهم في صدق الحديث وأداء الأمانة والقيام بالفرائض وحفظ الجوار وحسن الخلق وكل ما سمعوا وكل ما ورد عن أئمتنا من منهج في سير الحياة. ينبغي لشيعة أهل البيت كما ينبغي لهم أن يقيموا هذه الشعائر، ينبغي لهم أن يهتموا وأن يعزموا على التخلق بأخلاق أهل البيت والأخذ بسيرتهم والسير على نهجهم. فلتكن هذه المواسم مدارس لتربية أنفسهم للارتباط بالله سبحانه وتعالى والتعلق به والاهتمام بأهل البيت في دينهم وفي سلوكهم وفي منهجهم في الحياة. وليس المطلوب هو هذا الذكر فقط، المطلوب الجمع بين الأمرين، الجمع بين إقامة هذه المراسيم والاستفادة منها، والاستفادة منها إنما تكون بالسير على نهج أهل البيت والتخلق بأخلاقهم. والأئمة عليهم السلام يشكرون لشيعتهم ذلك، يعني يقولون كان تعبير الإمام الصادق عليه السلام شيعتنا حواريون
يقول في عبارة في الرواية الواردة عنه صلوات الله على شيعتنا حواريون، أن الحواريين لم يدفعوا عن عيسى شر اليهود، ولكن شيعتنا قد تحملوا في سبيلنا القتل والتشريد والتعذيب من يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يوم الناس هذا. فهذا العمل مشكور إن شاء الله، وإن شاء الله أيضا مفيد وسبب من أسباب صلاح النفوس وصلاح ذات البين وجمع كلمة المؤمنين ولمش عثهم، وإن شاء الله سبب من أسباب الانتصار لهم. والله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.